السلام عليكم ومرحبا بكم. فيديو جديد خوتي، والفيديو هذا بكل صراحة درته أنا مقلق، وأنا في حالة مشي اللي راني نشوفه في ولاد بلادي وفي بنات بلادي وشراه صار في بلادي بصفة عامة. اليوم الصباح صارت جريمة قتل شنعاء. تعرفوش معناتها خوتي كي نقول لكم شنعاء؟ شنعاء من الدرجة الأولى، اللي وين أخقم بقتل أخته، حكم موس غرسهولها في رقبتها، دخلهولها من كوتي، خرجولها في كوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو مالوغ، والحاجة اللي راهي مقلقتني وراهي منشعتني أن الناس نابو يهضروا ويكومنتيو ويقولوا هذا راجل وعنده الحق وما على باليش وشنو، يعني راهم يستشفاو في المخلوقة اللي راهي بين الحياة والموت واللي ما على بالهمش اصلا على اخوها دار هذا الشيء. انا بكل صراحة وعن نفسي قسما بالله غير تنشحت، دخلت قريت لي كومنتير تاع الناس، وحتى ربي لا اله الا الله محمد رسول الله، تشوفوا كمية الحقد وكمية الغل اللي في قلب الناس، تقول ما رانا بشر، تقول ما رانا مسلمين، الرحمة في قلبنا ما كاش، الرحمة في قلبنا ما كاش. انتم اللي راكم تقولوا راجل ونستعرف به، نضرب عليكم كامل، بالك نضرب على اللي راهو حسب روحه فيكم كامل، بالك اختو تعطي له 10,000 باش يشري قارو وقوب لي قهوة، جاي هنا تتفرعن في لي كومنتار وتحل في فمك في انسانة ولية، ام لثلاثة بنات تخدم على شرها مسكينة، تخدم باش تقوت وتتقوت ولادها، جاي انت تحل في فمك وتهدر بكل برودة احصاب، وانت لو كان ضرب عليك تنصب مرتك تقودك من الودن. خافوا ربي يا ناس، خافوا ربي في اغراض الناس، ندعيو للمخلوقة هذه باش ربي يقومها بالسلامة وربي يشفيها ان شاء الله، لانه علاه عندها 3 بنات يحتاجوها بناتها. وتشوفوا الحالة اللي كانت في المباشر اللي ظهرت بها هذا الام والدماء تسيل، والله تشوفوا يا خوتي غير ما ترقدوا، قسما بالله نقولكم ما تشوفوش الفيديو يا خوتي، لحمكم يتشوك. هي مسكينة مكسلة في الارض بالدماء تاعها، وبنتها حاكمة تليفون وتصور وتبكي وتضبح وتقولها يا ماما ما تخليناش، يعني غير هذا الشيء وش يخلي فيك؟ وش يخلي فيك؟ هكذاك والشعب الجزائري، ما نقولش كامل ولكن نقول الأغلبية ناضو قالوا راجل وغزلها. أنا أقول لكم ربي يهديكم، أنا أقول لكم في العود اللي راكم تقولوا هكا، حتى لو كانت تكون خارجة الطريق يا سيدي، ما عندوش حق باش يقتلها، ما عندوش حق باش يقتلها أبدا. القتيلة هذه راهي حرام يا ناس. اصلا هذا الاخت قبل ما تدير اللايف خوها حكم دخلها موس في رقبتها، ما تظلموش يا ناس، ما تظلموش، كل واحد يطم فمه، وخليكم من اعراض الناس وخليكم من الهدرة الزايدة. واحد ما على باله بظروف الناس، واحد ما على باله وش كاين، تقدر تكون هذا المرأة حاكمة طريق ربي، حاكمة طريق الصح، ماشي الجميع اللي دار مباشر معنتها خامج وما يسواش. ما نحكموش كما نقولوا احنا على الكتاب من عنوانه، غلط التفكير تحكم يا شعب الجزائري، راهو غلط في غلط. كما قلت لكم تقدر تكون هذه الانسانه لاباس بها، واخوها يقدر يكون انسان مبتلي تاع مهلوسات وتاع مخدرات، ونفحت له دخل ضرب اختو بموس، وين على بالنا حنايا؟ ما كاش اللي يعرف الحقيقه من غير ربي سبحانه. الحقيقه يعني تاع الصح راح تكشف بعد التحقيقات من طرف الجهات المختصه. وبصح الشيء اللي حبيت نقوله لكم انه الاخ هذا كيضرب الاخت تاعو بالموس، كانت الاخت تاعو ماشي دايره اللايف، كانت في المحل تاعها تمارس في المهنه تاعها عادي، دخل مباشره ضربها بموس. كاين اللي راه يقول كاين بيناتهم مشاكل عائليه، كاين اللي راه يقول انه هذا الانسان يتعاطى المخدرات. دوك العلم لله. للتذكير هذا الاخت اللي راهي في الكوما الان وراهي ما بين الحياه والموت، هي مراه متزوجه وعندها 3 بنات تخدم على شرها، عندها محل في ولايه الاغواط لملابس النساء، والناس واش راهم يهضروا ودايرين بلبله ودايرين ضجه، قالوا انه خوها لقاها دايره اللايف في الانستغرام، قام
يعني حكم موس دخلوا لها في رقبتها، وإنما الحكاية ما هيش هكذا نهائيا. الناس تهدر باش تهدر خوتي، ما تهدروش اللي ما يعرفش حاجة يشد فمه، ما تدوش ذنوب الناس في رقبتكم، عيب عليكم وحشوم عليكم وش راهو صاري، عيب عليكم. هذا الشي حرم ربي، القتل حرم ربي. كيفاش انتو ما تهدروا وتقولوا غزالها، ولو كان جيت أنا منه ندير لها ما أكثر. أول حاجة هذه الإنسانة متزوجة وأم لثلاثة بنات، وكما قلتكم عندها محل لملابس النساء في ولاية الأغواط، على بيها تخرج في الانستغرام وتدير المباشر باش توري الملابس التحا فقط. هذه ما راهيش من هذوك المؤثرات الفاسقات الخامجات اللي يشطحوا واللي يديروا الطاباج في التيك توك ما إلى آخره. المهم خوتي، وصلنا لنهاية الفيديو، وحبيت نقولكم أنه هذا الجريمة يعني اللي درها أخوها ما هيش بسبب لايف كانت تديرو أخته، ولا اللايف هي ما دارتوش كامل، ادخل صابها كذلك تخدم في الحانوت ضربها بموس قبالة ما حب يفهم والو، وبنتها مور للأم تاعها كانت في هذه الحالة التي يعني تشوفوها. والله كما أقول لك ما ينحط لكمش الشفر في الشفر، ما يجيكمش الرقاد. حكمت بنتها التليفون وبدأت تصور في الأم تاعها وتبكي، يعني طفلة صغيرة مسكينة هذاك وش جا في راسها في هذه الدقيقة. الله غالب، صغيرة وراهي درية وما تعرفش. نتمنى الشفاء للأخت الكريمة إن شاء الله، وتقوم إن شاء الله بالسلامة لبنتها، وكاش ما يكون خبر جديد رانا في دوكم به في الساعات القليلة القادمة.